في مواهب، في حاجات يعني بحب ان انا اعملها في وقت مثلا فراغي، وفي حاجات انت بتعشقها. يعني حاجه زي المسرح مثلا، انت انا انت بعشق ممثل حاجه، مسرح. بعشق حاجه اسمها مسرح. واول مره اشتغل مسرح اشتغلت روح عربيه وعملت شخصيه الحجاج، ويعني والراجل كان ملبسني حاجات غريبه، واني ارى ابصارا طامحه واعناقا متطاوله. يعني كنت بقول كلام، يعني كلام كبير من عليا، قد ايه بس حبيت ده قوي. بدايتك في العمل المسرحي من قد ايه؟ كنت في تانية ثانوي، كنت في تانية ثانوي. ما جالكش وقت كده اقول حد قال لك ايه يا عم يا عيل انت مسرح ايه بتاع مدرسة ما انت هي دي اللي بقى مش عارف ايه؟ هي دي بقى كانت الفكرة، ان الناس كانت فعلا كانت يعني كانت مندهشة ان في شوية اطفال بيعملوا الحاجات دي، وانا كنت مبسوط وخدت ثقة جدا في الموضوع ده. وبعد كده دخلت في الحكي الشعبي. بحب بقى الحكي الشعبي ده جدا، حواديت يعني الحواديت ديت. وطبعا انت بتاع الحواديت. ماشي، انا هتعلم منك يا عم عمر. لا لا ازاي. انا راجل بوسين، خليك انت بس ترسم المستقبل بتاعكم. لا والله فعلا الحكي بقى الشعبي ده جميل جدا، لان ان المشاهد هو دايما بيبقى على المسرح. المشاهد هو المخرج، المشاهد هو المخرج، انت بتحكي له. المسرحية بتبقى اشخاص كذا شخص بيعملوا مسرحية. انت الحكي ده انت بتبقى انت الشخصيات كلها، وبتغير صوتك يعني مثلا من حاجة لحاجة، الخبراء اللي دي مالك في ايه، يعني انت مغير صوتك من حاجة يعني انت بتبقى الاشخاص كلها. فطبعا ده ممتع جدا جدا جدا.